رجعنا مشاهدينا بعد هيك فترة من البعد، واليوم عن جد الوعد عم بيوفى بوجودك نيكول هاني المعالجة النفسية العيادية. أهلا وسهلا فيك. بونجور رانيا. نيكول صرنا فترة مثل ما قلت، بس عن جد اليوم كثير بحاجة لإلك، بحاجة إنه تخبرينا أمور نحن ضايعين قدامها، والموضوع اللي طرحتيه وطرحته وما فينا نحكي غير فيه هو كيفية التأقلم بهالفترة هيدي في نمط عيش جديد ما بعد اللوك داون القوي ودخول إلى صيفية. بلشنا نتأقلم مع للأسف مع الحالة الاقتصادية اللي عم نعيشها، إنه عادي ما في بنزين، أوكي نروح نوقف بالصف، ما في مصاري، بنشوف شو بدنا نعمل أو بنغير نمط حياتنا. بس الفكرة إنه أمور كثيرة عم تتزايد علينا ونحن مخنوقين، فقولي لنا كيف بدنا شوي نروح عن حالنا ونقدر نعيش طبيعيا، لأنه صراحة نسينا، ما بقى نعرف نعيش بالطريقة الطبيعية اللي تعودنا نعيشها. رحنا قبل ما نقول كيف لازم نقول إنه كلنا كشعب مرقنا بظروف اجتماعية كتير صعبة، ولاحظنا آخر سنتين زادت نسبة الحزن، القلق، التوتر، العصبية عند الشعب، وإلى جانب الضغوطات إن كان بتفشي الوباء إن كان بعدم الاستقرار السياسي يلي تركت العالم ما بقى عندها أمل. شفنا كتير من العالم تفكر بالهجرة. لاحظنا كمان بالعيادات بعام 2020 أكثر سنة كانت فيها ضغوطات نفسية أثرت كثير على الكبار والصغار نتيجة هالتراكمات إن كان الاقتصادية الصحية اللي عم نحكي عنهم. يعني كلنا تأثرنا صراحة، بس بعدنا متأثرين، إنه ما فينا تقولي لنا إنه هلا خلص صار فينا نكمل حياتنا. أول شيء الكورونا ما خلصت، وبعد عندنا هالخوف، حتى لو ببعض الاحيان في ناس خلص نسيتها للاسف، ما بتعرف باي تكه بتدبك قصه الكورونا ونرجع نتخبى كلنا، واقتصاديا مش عارفين حالنا لوين رايحين. بس بذات الوقت نيكول الاولاد داخلهم، يعني فكروا انه اجت الصيفيه وخلص، يعني بلشوا بدهم يفلتوا بألف طلب باللحظه عم يعملوا، والكبار مجروحين من جوا، يعني ما بقى بقولي بدي اعمل مشروع بدي اظهر من البيت، ما بقى نعرف لوين بدنا نروح. مزبوط. لانه لقلك ليش، لانه هلا رحنا اذا بدنا نحكي نضوي على موضوع، طب رحنا هلا كيف بدها تصير الحياه؟ هل يا ترى هالانسان الصغير والكبير رح يقدر يتكيف ويتاقلم مع نمط العيش الجديده؟ اكيد بدنا نقول انه اكيد الحياه تغيرت، بطلت الحياه مثل السابق، يعني نمط تفكيرنا تغير، طريقه العيش تغيرت، المود دي تبعنا تغيرت، وهالشيء اكيد بده الشخصيه تبع كل واحد منا، صار عندنا شخصيه جديده، ورحنا بنعرف انه كل شخصية هي هويته للإنسان يلي بتتعلق بسلوكياته بعواطفه بأفكاره بهالأحداث اللي بده يعيشها. أكيد بده يكون كتير صراع كتير كبير، مشان هيك رحنا بنقول إنه إذا مثل ما حضرتك عم بتقولي إنه كل شيء تغير. إذا بدك تسافري هلأ السفر صار بتحسبي له حساب، أول شيء اقتصاديا ما بتقدري، تاني شيء عندك مليون فورميل تعاملية تغيرت الحياة. إذا بتنزلي على السوق بطل فيك تجيب البراندات اللي كنت تجيبيها قبل، او يمكن منا قادره، انت ما معك الصوم اللي تقدري تجيبيها. يعني قدره الشرائيه كثير قلت. صحيح. بس حتى يعني عم تقولي انه تسافري تتغيري جو، حتى كمان من وراء الكورونا قبل كنا نتلاقى بكثير اشخاص، هلا الاشخاص اللي صرنا عم نتلاقى فيهم كثير قليل، يعني يعني كل واحد عمل مثل هيك دويره حواليه، اشخاص كثير قليل. هل هالشيء يعني بيأثر على الحالة النفسية؟ قبل كنا نفضفض أكثر، نغير جو أكثر. أكيد الأعداد كتير تغيرت، الأعداد تغيرت، الحياة كلها تغيرت. يعني بدنا نعتبر أنه الوباء إجا عملنا مثل اختبار، مثل تجربة كانت، لأنه هلأ هو كان له حسناته إذا بدنا نقول، علمنا العمل عن بعد والتعلم عن بعد، العمل للكبار والتعلم عن بعد للصغار. صح. وكان عنده شوي إيجابي إذا بدنا نقول، صار العالم صارت تهتم بالنظافة، مش أنه وصول السرسبة، في عالم سرسبة
اكتئبت وزاد القلق عندها، بس علمنا. بس كمان السلبيات كانت العزله الاجتماعيه. هالعزله الاجتماعيه ايه بعدنا عايشين هيك، صح، ان كان الصغير ولا الكبير. حتى الصغار هلا حضرتك كنت عم بتقولي انه هلا بده يفش خلقهم، طب اكيد ما سنتين قاعدين بالبيت قدام هالشاشه ما في لا نشاطات ولا شيء، طب ما هالولد بده يفضفض اكيد. مشان هيك رحنا بالعيادات بنلاقي كثير اولاد بيجوا لعنا عندهم كآبه، عندهم عصبيه، عندهم اضطرابات بالسلوك، كلها نتيجه الوضع. والكبير كمان القلق تبعه وين بده يروح؟ هالشخص الكبير اللي كان عنده قلق بهالاوضاع زاد القلق عنده او زادت الوسوسه. ما ننسى انه في كثير عالم طلعت من اشغالها، في كثير عالم ما مش عم بتفكر كيف بدها تعيش اولادها، تدفع مدارس، جامعات، يعني هذا كله ضغط نفسي. هلا الحياه تغيرت؟ ايه اكيد اكيد الحياه تغيرت، بس الانسان على طول لازم يفكر بايجابيه. كيف بدي افكر بايجابيه وانا واقعه هالوقعه؟ يعني اذا فيك تعطينا هيك التيب، اي طريقه انا بدي اعالج نفسي بدي اعالج عائلتي؟ ليكي رحنا بدنا نقول انه اللي صار صار على الكل. يعني رحنا اذا بنقول من بعد هالاختبار اللي صار من كل ازمه اقتصاديه وصحيه، حسينا انه الشعب تساوى كله ببعضه، يعني ما بقى في فقير وغني، صار الفقير مثل الغني. هي اول شغله لازم نعرفها. ولازم نعرف شغله انه هالحياه علمتنا مثل تجربه قاسيه، يعني اختبار كان قاسي وقوي. الايجابيه كيف؟ اهم شيء الصحه النفسيه، لانه اليوم اذا بدنا نضلنا عايشين بالقلق واليأس والكآبه حتنعكس علي، حتنعكس على حياتنا اليوميه وحتنعكس على اولادنا، لانه هالولاد هن اهم شيء بالبيت. اليوم انت وقت تكوني معصبه ويشوفك هالولد حيعصب انديركت وحيتفشفش، انت حتفش خلقك فيه وهو حيتصرف بتصرف يعني، وبدك تيجي تقولي اف ليش ابني هيك. دونك رحنا انه بالنتيجه رحنا الحكي هين، بس رحنا لازم نشتغل على حالنا. نحن صرنا بنمط عيشه معينه، فكره ليش بقول الانسان اول شيء بيرفض؟ اكيد بيرفض، بشوف حاله قدام اشياء كثير صعبه، بس بعدين في شيء اسمه تقبل وفي شيء اسمه تاقلم. يعني رحنا واجباتنا هلا نتقبل ونتاقلم. اذا بتلاحظي معلش حناخذ هيك اشياء انا شايفه التقبل بلش يعني اول شيء الرفض، كلنا رفضنا وطلع صوتنا، بلشنا نتقبل الفكره، بس نتاقلم. التاقلم بده وقت، كل شيء بالادابتاسيون بده وقت. انا ماني مبسوطه عم بحكي بالتاقلم، بس انت هلا بالحديث قبل شوي قلتي لي انه اذا بدنا نعبي بنزين بتحس الشعب تبنج، انه عنده نطره بنزين ساعتين بده ينطر ساعتين، يعني مثل اذا في استسلام صار، في مثل الواحد تبنج انه شو بده يعمل، انه هاي الحياه بدها ادخل لها. اليوم يمكن الله عم بيعطينا نعمه الصبر، يعني الانسان لازم يكون عنده نعمه الصبر. وعطول بالنتيجة رانيا بالحياة ما في شيء ما له نهاية. يا هو إذا ما نحكي على الوباء، خف نسبة الوباء أكيد خف، بس أكيد في احتياطات. القعدات بعدها بناخد احتياطاتنا مثل ما قلتي، ما بناخد كتير جروبات لأنه بعد عنا القلق، بعد عنا الخوف، لانه التجربه كانت قاسيه كثير، ما لنا هينه. وهلا بلش الفاكسان، يعني اليوم كل شيء له نهايه. هلا الازمه الاقتصاديه ما بنعرف قديش بدها تضلها، بس بالنتيجه ما في شيء ما له نهايه. الانسان على طول لازم يفكر بايجابيه، يفكر انه الحياه بدها تكفي، بده يتاقلم بنمط عيش يكمل الى ابد الابدين، بده يتاقلم بنمط عيش معينه. بس المشكله وين؟ انه الضغوطات من كل الميلات، لا البنوك بتقدر تعطيك مصاري، لا انت بتشتغلي كل النهار بتفوتي على السوبر ماركت بكيسين بتجيبيهم، طب ما هدول الضغوطات كمان عم بتاثر على الشعب. وبتلاقي معلش اوقات الشعب اللبناني مبنج، بتلاقيه على الطرقات عم بيظهر عم بيسهر، لانه بده يعيش، لانه بحاجه نحن لهالشيء. هل هالشيء غلط انه نحن انه نرجع نعطي هالطابع لحياتنا الفرح يعني؟ لا لا، ما هي اللي بدنا نقوله. نحن بدنا نقول انه نحن على طول نفكر بايجابيه، انه الانسان يضل يخلق لوقت لحاله، لانه اذا بده يضله بالسوشيال ميديا والاخبار السيئه او حاطط الهم وقاعد، هالشيء بده يزيد عليه، بده ياثر على حياته، بده ياثر على محيطه، بده ياثر على اولاده. بس هون في شغله، في كبت للستريس اللي عم نعيشه. يعني كل واحد اوكي عم بيظهر بنسبة معينة أكيد يعني من الناس أكيد. يعني عم مثلا تقول راحوا على الطبيعة أو هيك، بس استرس ما راح. هل أنا راح فيي أنسيه؟ هل راح فيي شيله مني؟ يعني كلنا دقينا من جوا، بتحسي هل توتر هيدا ما عم بقدر شيله؟ اكيد، لانه اللي قطع هو كثير صعب. هي رح تبقى ذكرى، رح بصمه، رح تضلها بتفكيرك وبعقلك وما رح تنسيها ابدا. حتى الناس مثلا باردون عم بقطشك، بس انه في ناس خسرنا اشخاص من عائلتنا كمان، اصدقاء يعني. هول هلا بهالصيفيه بدهم يصحوا منهم؟
لا اكيد لا، انا ما عم بقول، انا عم بقول انه رح تضلها بصمه بالتفكير وهي، بس احنا ما فينا نضلنا، نحن ما رح ننسى، نحن حنتناسى، في فكر بين انسى واتناسى، نحن انا رح يضلهم بذكرتي، بس انا ما فيني ضلني اعيشهم. يا حوم عم نشوف بالعيادات العالم كلها الحزن، نسبه الحزن كثير والكابه والاكتئاب عند الاولاد وعند الكبار. طب ما كمان الانسان كمان لازم، ليش في اخصائيه؟ ليش تيوجهوا هالعالم تيخلوهم يفكروا بايجابيه؟ لانه الانسان اذا بده يضل حاطط القلق والهم حتنعكس عليه. عم برجع عيد اللي قلت لك، اكيد رحنا بنجي بنقول الرياضه كثير منيحه، المديتيشن كثير منيحه، سمع الموسيقى منيحه، القعده مع الاصحاب بايجابيه، الايمان، الصلاه، اللجوء لربنا، يعني بالنتيجه الحياه بدها تكفي. ومعلي مش معلي يعني بمعنى معلي انه اللي صار، لا، بس هي تجربه ودائما في مطبات الحياه رانيا، نقطعها وراح نكمل. واكيد اللي عنده صبر وايمان اكيد بكفي وبيستمر. يعني بدنا نطول بالنا، شو بدنا نعمل هلا الفتره اللي بدي بس هيك تعطينا تبس مع الاولاد، يعني مرقت فكره انه الولد بده يظهر بده يعمل، كيف فينا بالطريقه من دون ما ناذيه للولد؟ لانه الاولاد مفكرين انه اهلهم هن، لانه متحجرين بصيروا يقولوا ليكو اولاد هولي وليكو اولاد هولي عم بيشوفوا بعضهم، ليش انتم يا اهلنا زاربيننا بالبيت وممنوع تتعاطوا مع حدا؟ لفتره يعني من سنه الماضي صار تقريبا سنتين، يعني فتنا بالسنه الثانيه وقت اللي الاولاد بيقولوا هيك لاهلهم، كيف الاهل بدهم يقولوا لهم نحن مش لانه نحن ما بنحبكم او نحن متحجرين، بس انه هيك لازم نضلنا منتبهين، كيف نفسر لهم اياها؟ ايه اول شيء بدنا نحكي رحنا انه الاولاد هدول، الاولاد عن جد سنتين لهم قاعده بالبيت، هدول الاولاد سنتين قدام الاكران بعزله اجتماعيه، ما في نشاطات، ما في اكتيفيتي، وصلوا لوقت كانوا كلهم محصورين، وصلوا لوقت هلا بتحسي انه مزبوط في اولاد عم تظهر، وبصيروا اولادك يقولوا لك ليش احنا ما عم نظهر. انا بالنسبه لي ما لازم بقى نحبس الاولاد، بالنسبه لي الولد لازم يظهر، بس بدنا نفهمه، بدنا نقول له ركز على هاي النقطة. ايه بدنا نفهمه، انا بدي اياك تظهر بس انا بدي اياك تنتبه، انا خايفة عليك بس ما خاف عليه لدرجة القلق والسرسبة، لانه يوم وقتها بدي يكون كثير قلقانة على ابني حاعكس القلق على ابني. بنقول له اياه مثله مثل الكورونا، ابدا انا هلا بقلق بقدر خليكي تقلقي معي ديركت. دونك انا كأم بالعكس انا وديجا الاولاد اخذوا التوعيه، يعني كلهم صاروا عارفين ودارسين للدرس، ايه ديجا اخذوا، يعني هو الولد حيسمع لك، بس انت نحن كاهل كمان معلش الولد بحاجه يظهر يلعب، ما فينا نضلنا حيبسينه. مش يعني ضمن الاكيد الاحتياطات اللي اكيد بدي اقول لك، بس انه مش نضلنا هيك لانه هيدا شيء غير صحي نفسيا وعقليا واجتماعيا. صحيح. نيكول هاني المعالجه النفسيه العياديه بدي اتشكرك اليوم، كثير سالتك اسئله بس عن جد هول اشياء على قلبنا وكثير استفدنا منك، عن جد اشتقنا لهالمواضيع هيدي. بدي اتشكرك واتشكر كل موضوع هيك استرسلنا فيه وقدرنا انه نستفيد منه، ان شاء الله اكيد المشاهدين كلهم يلي حضروا استفادوا بقدر الامكان من خبرتك كمعالجه نفسيه عياديه ومن خبرتك كمان بالمجتمع كامرأة عاملة وكأم، يعني هو كلهم جمعتي لنا اياهم، شكرا لك. ميرسي كثير. بدي اقول لكل المشاهدين بريك ومنكمل مشوار النور معنا لليوم.